بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج الاشبال، حديث العالم وحديث الساعه فيروس كورونا. فيروس كورونا اللي انتشر دلوقتي واصبح مهدد للعالم كله. شفنا دول اختلفت سياسيا مع بعض، شفنا حروب في دول او في العالم، لكن دلوقتي كل العالم وكل قوى العالم وكل دول العالم توحدت ضد عدو واحد هو فيروس كورونا. سبحان الله، عدو لا يرى بالعين المجرده لكن أصبح يعني إزعاج للعالم كله. بدأ الفيروس في مدينة أو في دولة الصين، بدأ بعد كده ينتشر في كل دول العالم، أصبح أيضا في إيطاليا. إيطاليا أصبحت بؤرة أو مركز لانتشار هذا الوباء الذي يهدد العالم كله. شفنا دلوقتي الدوريات الكبرى في جميع دول العالم تعلق النشاط الرياضي، وخاصة كمان كرة القدم. كرة القدم اللي بيبقى فيها تجمعات كبيرة وملايين أو آلاف الجماهير. تعليق النشاط في الدوري الإيطالي، تعليق النشاط في الدوري الإنجليزي، أيضا الدوري الأسباني والدوري الألماني والدوري الفرنسي، كل الدوريات الكبرى. أيضا في اليابان، في كوريا، وأيضا في الدول والبلدان المجاورة. شفنا دلوقتي تعليق النشاط في السعودية، منذ ساعات قليلة تعليق النشاط في الإمارات، تعليق النشاط في الجزائر، في المغرب كان فريق الإسماعيلي راح يلعب مباراة في البطولة العربية في المغرب ورجعوا مرة تانية. أصبح فيروس كورونا يهدد العالم بأجمعه. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيأخذ قرار بتعليق أو وقف النشاط في المدارس والجامعات. أيضا بعديه سيادة رئيس الوزراء يعلق النشاط الرياضي في كافة مصر في كل الألعاب. ده كله أو دي كلها قرارات هتكلف العالم خسائر اقتصادية كبيرة، لكن الأهم من الخسائر الاقتصادية هي أرواح الناس أو الحفاظ على أرواح الناس. علشان كده كل الدول بدأت تاخد القرارات دي. أيضا يعني في توصيات أو في حاجات وقائية لازم يعني الناس تتخذها او تتبعها خلال الفتره اللي فاتت، الفتره القادمه. يعني بنشوف سياده الرئيس، شوف مجلس رئاسه الوزراء بيتخذوا قرارات مهمه، ان الناس علشان التجمعات في المدارس، ايضا في الانشطه الرياضيه، كمان في الانديه. واحنا بنتكلم عن كره القدم، ما بنتكلمش عن كره القدم بس، لا، كمان في كل الالعاب. يعني شفنا امبارح النادي الاهلي، النادي الاهلي وهو جزء مهم جدا من الدولة المصرية ومن المجتمع المصري، أيضا يعلق النشاط النادي الأهلي في كرة القدم وفي كل الألعاب، ألعاب النشاط الرياضي وفي كل الأكاديميات. ده كله عشان حفاظا على سلامة الأعضاء، سلامة المواطنين، سلامة الإنسان. وزي ما احنا شايفين دلوقتي دي صورة يعني من داخل النادي الأهلي فرع الجزيرة، والصورة دي في كل الفروع في النادي الأهلي فرع الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. ايضا يعني زي ما احنا شايفين الاساليب الوقائيه على طول، وتطهير النادي، تطهير النادي في اماكن جلوس الاعضاء، ودي اساليب كلها وحاجات مهمه جدا. برضو الناس عليها عامل مهم جدا الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه ما ينفعش النهارده الدوله بتدي اجازه او تعلق النشاط والمدارس لمده اسبوعين علشان التجمعات. فالنهارده الناس عليها واجب مهم جدا خلال الفتره اللي جايه في عمليه التجمعات، يعني وانا جاي على مدينه تاج الاعلامي علشان يعني نبدا الحلقه بتاعتنا، للاسف شفت في يعني في مدينه الشيخ زايد في احدى المولات الموجوده فيها تجمعات كبيره، عربيات كبيره في احدى المولات. لازم الناس يكون عندها وعي خلال الفتره اللي جايه. يعني ده مش موضوع هزار او موضوع ممكن ناخده بشكل فيه سخريه، لكن لازم ناخد احتياطاتنا بشكل كبير جدا حفاظا على ارواح الناس كلها. معانا دلوقتي كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ونشوف ايضا قطاع الناشئين بالنادي الاهلي واخر الاجراءات اللي اتخذوها يعني تماشيا مع القرارات اللي اخذتها الدوله ورئيس الوزراء. تحياتي ليك يا كابتن فتحي. اهلا كابتن اسامه، ازيك وبسلم عليك وجميع مشاهدي قناه الاهلي. امبارح قرار بتعليق النشاط في مصر كلها، النادي الاهلي وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، اخر الاجراءات اللي خدتوها يا كابتن فتحي. والله بص، احنا جالنا منشور، من الاتحاد، وجالنا منشور طبعا بتاع رئيس الوزراء ان لازم المسابقات تتوقف 15 يوم
واحنا طبعا في سياسه النادي احنا لازم نلتزم بيها. وانا اديت اللعيبه كل اللعيبه دلوقتي حتى في الاستراحه في كل النشاط 4 ايام، وان شاء الله نشوف يوم الخميس ايه اللي هيدور او ايه الجديد في تنظيم المسابقه وفي اكمال المسابقات بتاع الناشئين كلها. انا اديت تعليمات برضو النهارده لعيبه الاستراحه، لعيبه الاستراحه لازم تغادر الاستراحه كل اللعيبه برضو عشان بكره يحصل عمليه التطهير الاستراحه ومطعم النادي وكل اوض اللبس، كل هذه الامور عشان سلامه اللاعبين وسلامه ايضا كل الاجهزه الفنيه والعمال وكل قطاع الناشئين في النادي الاهلي. يعني لسه ما فيش عوده خلال الفتره اللي جايه، انت ملتزم بال 15 يوم يا كابتن فتحي وبعدها تتضح الرؤيه. لحد يوم الاربعاء انا مدي اجازه. كويس. مدي اجازه وهنبتدي يوم الخميس لو الامور فيها جد جديد او ان في اي قرارات من الاتحاد المصري لكره القدم ان المسابقات تتوقف خلاص يبقى هدي اجازات اللعيبه اجازات للموسم الجديد ان شاء الله، لان المسابقات ممكن يا كابتن اسامه ممكن تتوقف لان احنا داخلين في اسبوعين هتبقى اول ابريل تمام ورمضان كل سنه طيبين هيبقى 25 26 ابريل، فالمسابقات نفسها تبقى مضغوطه. انا شايف ان ممكن امور هتبقى فيها صعوبه لاكمال مسابقات الناشئين بالذات. يعني انت حضرتك شايف ان ممكن الدوري في الناشئين خاصه كمان الفرق اللي وصلت التصفيات النهائيه ممكن يكون فيها صعوبه في استكمال البطوله؟ انا يعني وجهه نظري الله اعلم، بس وجهه نظري ان ضغط المباريات مش هيبقى في صالح الولاد، لان في مراحل سنيه صغيره شغالين 2004 و2003 ما يستحملوش ماتشين ثلاثه في الاسبوع. بس كل هذه الامور انا شايف ان ممكن تبصلها بمنظور ان الغاء مسابقات الناشئين، ولكن انا شايف ان ممكن الدوري الممتاز هو ده اللي ممكن يستمر يعني ان شاء الله. تمام. دور الجهاز الطبي بقى في قطاع الناشئين كابتن فتحي، يعني حتى بعد عودة ان شاء الله التدريبات مرة اخرى والسناف الحياة مرة اخرى، الجهاز الطبي في النادي الاهلي في قطاع الناشئين ممكن يكون ليه دور خلال الفترة اللي جاية في توعية اللاعبين وتوعية الاجهزة الفنية داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ انا ان شاء الله ان شاء الله بس يوم الخميس والله لسه نقعد كده، وان شاء الله هنظم على مدار يومين كده برضو محاضرات، وهجيب الدكاترة وهيتكلموا في كل كبيرة وصغيرة عن برضو يعني اللعيبه لازم في اجراءات لازم تتخذها سواء في الاستراحه او سواء خارج الاستراحه عشان سلامه اللاعبين ايضا وسلامه الاجهزه الفنيه وسلامه قطاع الناشئين كله ان شاء الله. فدي من ضمن الحاجات اللي انا حاططها ان شاء الله في اعتباراتي ان شاء الله بعد يوم الخميس ان شاء الله. كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي جزء مهم جدا في المجتمع المصري، فايضا بيتخذ الاجراءات الوقائيه زي ما احنا شايفين دلوقتي. ايضا قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بيعلق النشاط يعني خلال الاسبوعين اللي جايين عشان نشوف الرؤيه تتضح ازاي ونشوف الفتره اللي جايه هيكون فيها ايه. لكن دايما يعني في اخبار ايجابيه خلال الفتره القادمه بيقولوا الباحثين والأطباء حول العالم بيتوصلوا أيضا لعلاج أو مصل لفيروس كورونا. عندنا برضو من اللقطات الحلوة قبل وقف النشاط امبارح لاعبي النادي الأهلي أثناء تدريب السلام ما كانش بالإيد امبارح، السلام مختلف، السلام كده أو في سلام تاني بالرجل. ما دلوقتي خلاص يعني حتى المصريين مع كل مثلا مشكلة أو كل حاجة بتظهر تلاقي دايما بناخدها بشكل يعني برضو في ضحك وفي سخريه وبرضو في شكل وقائي. يعني احنا ده امبارح تجمع الجهاز الفني للنادي الاهلي ريني فايلر وكل اللاعبين وهم بينزلوا دايما معتادين ان اللعيبه وهي نازله من غرف الملابس للملعب لازم يبتدوا بالسلام على كل الجهاز الفني. فاحنا شايفين سيزا مع مجدي قفشه السلام، كابتن سيد عبد الحفيظ مع ريني فايلر السلام بقبضه الايد عشان ما يبقاش فيه اختلاط. الكلام ده كان امبارح قبل وقف او تعليق النشاط، يعني كل الجهاز كل اللعيبه دي برضو من اللقطات الحلوه. وخلي بالكم الفتره الجايه احتمال برضو السلام اللي يبقى منتشر زي السلام اليابانيين، عارفين السلام ده يبقى من بعيد لبعيد ما يبقاش فيه اختلاط. هي دي الحاجات او الاجراءات الوقائيه لازم الانسان يتخذها خلال الفتره اللي جايه. الاهتمام بغسل اليدين مهم جدا مهم جدا جدا جدا. حته بقى السلام والاحضان والعناق والكلام ده يعني نحاول نجنبه، دي كلها اجراءات وقائيه حفاظا على يعني ايه عدم انتشار الفيروس، برضو حفاظا على صحه المواطنين. وايضا هيكون معانا برضو تليفون مهم جدا من احد الاطباء الكبار علشان نتعرف برضو على راي الطب ودور الاجراءات الوقائيه خلال الفتره اللي جايه.
زي ما اقول لحضراتكم وانا جاي دلوقتي على مدينه تاج الاعلامي وهنا على قناه النادي الاهلي علشان يعني نستعرض حلقتنا. يعني شفت تجمعات كبيره في احدى المولات في الشيخ زايد، احدى مولات الشيخ زايد امامها عربيات كتير، العربيات النهارده الاجازه احنا مش واخدينها علشان الناس تخرج ويبقى في تجمعات، يبقى كده احنا ما عملناش حاجه، لازم يبقى في وعي اكبر من الناس علشان الفتره اللي جايه مهمه. ايضا حاجه مهمه جدا، اصحاب الصيدليات، اصحاب او تجار اللي في القصر العيني اللي بيمتلكوا الاجهزه الطبيه او المنظفات الطبيه او المطهرات الطبيه، النهارده كانت الاسعار رخيصه، دلوقتي بقينا بنشوف اسعار كبيره جدا. ما ينفعش خلال الفتره دي واحنا داخلين على فتره وقائيه، فتره مهمه جدا، يبقى في تفاوت في الاسعار او في غلو في الاسعار. النهارده هيجي على حساب المواطن، لازم يكون وزاره الصحه ليها دور رقابي جدا خلال الفتره القادمه على تجار الصحه وتجار ايضا الصيدليات. نروح لتليفون مهم جدا، الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه باتحاد الكره، تحياتي ليك يا دكتور محمد. اهلا بك يا اسامه، اهلا بحضرتك. في البداية يعني عايز حضرتك تشرح للناس أو تدينا نبذة كده عن فيروس كورونا. بص، هو فيروس كورونا هو أحد الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي، وهو فيروس موجود من فترة، وطبعا لما حصلت الإصابة في الصين وكان في عدد كبير جدا من الإصابات. والصين أخذت إجراءات حازمة في مكافحة العدوى، ده اللي ادى الى انحصار المرض دلوقتي. احنا في الفتره الحاليه هذا الفيروس بيتم انتقاله عن طريق الجهاز التنفسي، ممكن يبقى متواجد على بعض الاسطح وبعض الملابس. والفيروس للاسف الشديد بيعيش على الاسطح لمده تتراوح من 6 الى 12 ساعه. فعشان كده التصافح والاعناق واللمس قد يؤدي الى نقل الفيروس. تمام. المرحله الحاليه هي اهم مرحله، وهي اتخاذ اجراءات مكافحه عدوى بصوره صارمه. زي ما حضرتك قلت انا سمعت الان، احنا مش واخدين الاجازه عشان نروح المولات او ننتقل، لانه كل المناطق دي لو فيها عدد كبير وفيها ازدحام ده هيؤدي الى انتشار العدوى. احنا عايزين يبقى في انحصار للعدوى، فمش عايزين تنقلات او تواجد في اماكن فيها ازدحام كبير، لان ده بيؤدي الى زياده انتشار العدوى. لو احنا عملنا طبقنا هذه التعليمات وكان في اهتمام بالنظافه الشخصيه وغسل اليدين بالصابون وعدم ملامسه الاسطح او المقابض او الاسانسيرات او الكلام ده، كل ده هيؤدي الى انحصار العدوى ويؤدي الى قلتها ويؤدي الى ان احنا نقدر نسيطر عليها، والحالات اللي موجوده يتم انحصارها وما يحصلش انتشار للعدوى. تمام. دكتور، لو واحد مصاب دلوقتي ببرد، يفرق ازاي ما بين البرد العادي الانفلونزا وما بين الفيروس كورونا؟ بص، الفيروس كورونا بيجي معاه ارتفاع في درجه الحراره، ارتفاع مفاجئ في درجه الحراره، ممكن يبقى انا عندي برد وما عنديش ارتفاع في درجه الحراره. السعال اللي يبقى مصاحب للاصابه بفيروس كورونا بيبقى سعال جاف وبيجي مره واحده مفاجئ. السعال اللي بيبقى مصاحب لنزيف البرد بيبقى معظمه برودكتيف او في بلغم. الاعراض اللي هي اعراض التعب بتبقى اعراض شديده بالنسبه لفيروس كورونا، الواحد مش قادر وعايز يريح وعنده عياء شديد. تمام. حتى لو كان عنده اعراض برد عاديه، احنا بننصح ان هو يلزم منزله وياخد خافض الحراره الباراسيتامول، وياخد الفيتامينات زي فيتامين سي والمقويات الطبيعيه، وياخد اكل صحي، فواكه خضروات، كل ما هو من شأنه رفع مناعته حتى يستطيع مقاومة أو مكافحة الميكروب الفيروس ده. تمام. الفيروس الكورونا كمان تأثيره الكبير بيبقى على كبار السن. اللي هم عندهم كمان أمراض مزمنة. دول يفضل إن هم طبعًا ما يتواجدوش في الأماكن اللي هي المزدحمة أو الأماكن اللي فيها أعداد كبيرة. تمام. عايز أعرف حضرتك أو تعليق حضرتك على قرار الدولة إمبارح بتعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يوم. بص، الدولة حضرتك احنا طبعا بنتبع تعليمات السلطات الصحية ومثلة في منظمة الصحة العالمية كسلطة صحية دولية بتشوف انه هذا المرض منتشر في انحاء العالم، ولابد من اتخاذ اجراءات مكافحة
للعدوى بصوره حازمه عشان نقدر نحصر الميكروب او الانتشار. والصفات الصحيه المصريه والدوله المصريه بتاخد هذه الاجراءات بهدف اتخاذ اجراءات احترازيه لمنع انتشار المرض. طبعا مصادر قرار دوله رئيس الوزراء بتعليق المدارس لمده اسبوعين وتوجيه بتعليق الانشطه الرياضيه الجماعيه لمده الاسبوعين ايضا، ده مهم جدا لان احنا بنقلق من اي تجمعات تؤدي الى انتشار الفيروس. وطبعا هذا القرار قرار مهم جدا، والمرحله دي يجب اخذ هذا القرار، واحنا عايزين احنا كمصريين كمواطنين نلتزم بتطبيق هذا القرار لان هو قرار حازم وقرار جاد. واذا احنا لم نلتزم بيه وعملنا تواجدنا في اماكن فيها تجمعات او مولات او كافيهات او كل ده، يبقى احنا كده نؤدي الى انتشار الميكروب واحنا المتضررين، وده يعني مش هيبقى نتائجه جيده، فلابد من الالتزام بهذه التعليمات. وانا يعني بضم صوتي لصوتك، لازم يكون في التزام من الناس ووعي اكبر. هل صحيح يا دكتور ان الفيروس بيموت بعد درجه حراره 30؟ بص انا ما اقدرش اقول كده، لكن هو الدراسات الحاليه يعني بتشير ان الفيروس بيعيش يعني ما بيعيش في الاجواء الحاره. لكن ده كلها استنتاجات من دراسه الاماكن او الدول اللي هي فيها اصابات. لكن ما حدش يقدر يقول ان الفيروس هيستمر على كده او قد يتواجد في اماكن بارده بصوره اكبر من تواجده في اماكن حاره. ما حدش يقدر، ومنظمه الصحيه اعلنت كده، فلابد نتعامل مع الموضوع بحزم وجديه، موضوع ما فيهوش هزار. والفيروس ممكن يتواجد او يتحور او يتواجد في اي مكان في الوقت الحالي. لغايه الان ما نقدرش نجزم ان هو غير متواجد او بيموت في الاجواء الحاره. اخيرا يا دكتور، نصائح حضرتك للرياضيين. والله انا الرياضيين اكثر الناس حظا في هذا الموضوع، لان الرياضيين طبيعي بيتمتعوا بصحه جيده، بيبقى بمارس الرياضه في الاوبن اير، يعني ما فيش رياضي يعني بينزل يمارس رياضه وهو عنده ارتفاع في درجه الحراره او عنده اعياء او كده. فالرياضيين الحمد لله ان شاء الله امورهم كويسه، لكن مش عايزين الرياضات الجماعيه، التجمع في اماكن مغلقه، برضه استخدام حمامات السباحه باعداد كبيره، ده كل ده مش محبذ لانه قد يؤدي الى انتقال او يساعد على انتقال الفيروس. دكتور محمد سلطان، رئيس اللجنه الطبيه باتحاد الكره، شكرا جزيلا لك. يعني على ما اعتقد كده الدكتور محمد سلطان يعني لم الموضوع بشكل كبير جدا، يعني اكد على نقطه مهمه جدا، هي يعني اهتمام الناس وتوعيه الناس خلال الفتره القادمه. يعني ما بلاش التجمعات الكبيره، النهارده الدوله بتدي اجازه او بتعلق المدارس والانشطه الرياضيه لمده اسبوعين، فالنهارده ما ناخدش الموضوع ان احنا نبدا يبقى في تجمعات في المولات او في الخروجات. حتى راي الدين، حتى راي الدين النهارده الناس المسلمين بتروح تصلي في المسجد، النهارده راي الدين وراي الازهر طلعوا فتوى ممكن تتيح الصلاه في البيت علشان منع التجمعات. كل القرارات وكل التدابير اللي اتخذتها الدوله وكل مؤسسات الدوله، ده كله في الاخر علشان صحة المواطن، علشان سلامة المواطن. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. العالم وحديث الساعة فيروس كورونا، واستكمالا أيضا الموضوع معانا تليفون مهم جدا من الدكتور أحمد نجم، استشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة وعضو الجمعية الأمريكية للأنف والأذن والحنجرة. تحياتي ليك يا دكتور أحمد. تحياتي ليك يا كابتن أسامة ولكل المشاهدين. دلوقتي فيروس كورونا اللي محير العالم، سبب انتشاره باختصار شديد يا كابتن أسامة، هو فيروس كورونا ده نوع من أنواع الفيروسات التاجية. الفيروسات التاجية دي موجودة اوريدي بقالها سنين معانا. العيلة دي لها ثلاث أفراد. وهي بتعمل أمراض كتير كلها مرتبطة دايما بالجهاز التنفسي وخصوصا الرئتين. ظهر منها زمان لو نفتكر حاجة اسمها السارس، والسارس ده سارس. كان معدلات الوفاة فيه لغاية 10%. تمام. وبعد كده ظهر منه نوع تاني اللي كان بيتنقل من الإبل، وكان أشهر مكان حصل فيه في العالم كان السعودية. وده كان معدلات الوفاة بتوصل فيه ل 38%. حتى أن ظهر الكورونا بشكله الجديد، وهو ده النوع الثالث من أفراد العائلة أو من الفيروسات التاجية. معدلات الوفاة
فيروس كورونا على حسب الدول حاليا ما بين 2 لـ 3.5%. ايه خطورته؟ خطورة فيروس كورونا في سرعة انتشاره، بمعنى ان احنا كل 2 ممكن يعدوا 7، او بمعنى تاني كل فرد عنده كورونا ممكن يعدي 3.5 أفراد. الانفلونزا العادية بتعدي فرد واحد، الواحد بيعدي قصاده واحد. انما في الكورونا الواحد بينقل العدوى لـ 3.5 أفراد. ايه مشكلتنا مع الكورونا؟ مشكلتنا مع الكورونا مع سرعة الانتشار بسهولة المرض بينزل للجهاز التنفسي السفلي للرئتين. فبالتالي بنبقى عرضة اكتر ان يحصل لنا التهابات رئوية اللي هي بنسميها النمونيا. والالتهابات الرئوية دي في الطبيعي بعيد عن الكورونا بتحتاج رعايات معينة ورعايات خاصة وانواع معينة من الادوية بتتم داخل المستشفيات وداخل الحجر الصحي، داخل الرعايات المركبة. طب إيه 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 مين اكتر عرضة؟ مين اكتر ناس عرضة ان يحصل لهم كورونا؟ واحنا نعمل ايه عشان ما يحصلناش كورونا؟ ولو ظهرت عندنا اعراض نتصرف ازاي؟ حتى الان من سن 0 لـ 9 سنين نسبة الوفاة 0%. 0% من سن 0 لـ 9 سنين حالات وفاة. من سن 9 سنين لسن 45 سنة 2 في الـ1000. فوق الـ45 سنة هي النسب كلها بقى على حسب من دولة لدولة وعلى حسب سرعة الانتشار. يعني هي الخطورة على الأعمار السنية الكبيرة بداية من 45 سنة فيما فوق. بالظبط يا كابتن أسامة، بس كمان لازم تبقى بلس بلس. يعني إيه؟ مش مجرد إن سنك 45 أو سنك 50 أو سنك 60 أو سنك حتى 100. أنت لازم يبقى عندك مرض تاني مزمن uncontrolled، يعني غير عندك مثلا سكر مش مظبطه، عندك سده رئويه ومش متظبطه، عندك سده رئويه ومصمم ان انت تشرب سجاير، عندك مشاكل في المناعه بتاعت الجسم والمناعه في هذا الوقت مش مظبوطه، وما بتاخدلهاش الادويه بتاعتها بشكل مظبوط، يعني بيأثر على الاشخاص اللي عندهم امراض تانيه، يعني أمراض تانية وغير مهتمين بيها أو غير معتنيين بيها. دول بيبقى عرضة أكتر. طيب عايز أخد حضرتك يعني نصيحتك بقى، يعني الدولة دلوقتي تعلق المدارس والأنشطة الرياضية لمدة 2 أسبوع، دلوقتي في تجمعات، الناس اللي في الأجازة عايزة تخرج تروح المولات يبقى في تجمعات، نصيحتك ليهم إيه يا دكتور؟ خاصة يعني انتشار المرض زي ما حضرتك بتقول سريع. بص يا كابتن أسامة، احنا عندنا شق مهم جدا في النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي. هي الدولة عاملة اللي عليها بانها وفرت الكيت عشان نكتشف، عملت غرف عزل في مستشفيات كتيرة جدا، كل 2 أو 3 ساعات نشرات توعية من وزارة الصحة للمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة للتعامل مع الموقف، ادت 15 يوم اجازة للمدارس، بدأت كمان يناقشوا ان الامهات يبقى في طريقة، يعني طريقة ما لحضورهم للشغل. فالحكومة بتعمل الجزء اللي عليها. كويس. يتبقى انت بقى، انت طبيب نفسك، احنا محتاجين في اللحظات دي، هم 2 أسبوع محتاجين يبقى كل واحد فينا عنده ضمير في تصرفاته. يعني نحاول نقعد في البيت لو ما فيش لازمة للخروج. تمام. الفيروس لو انت طلعت واشتغلت وطبيعة شغلك لازم تطلع تشتغل، الفيروس ممكن يبقى موجود على الأسطح، ممكن يبقى موجود في الهدوم up to 9 ساعات. وانت داخل بيتك بالليل اقلع هدومك كلها على الباب ودخل الهدوم دي تتغسل. ويا ريت انت كمان تاخد شاور او تستحمى قبل ما تدخل البيت بالليل. كويس. الازمه اللي حاصله في البلد علشان الكحول غلي والاستريليوم غلي وكميه المطهرات دي غليت، في حلول كتير من غير الحاجات اللي لازم نروح نشتريها وتبقى غاليه. احنا ممكن بسهوله لو جبنا نسبه صغيره من الكلور واتحطت على لتر ميه، ده بسهوله انت ممكن تعصر بيه الاسطح واكر البيبان والحاجات الميتال والحاجات المعدن والحاجات دي كلها، مش هتكلفك حاجه وفي نفس الوقت هتحميك بشكل كبير. لو انت بتشتغل في مكان فيه تجمعات كتير، يفضل انك تلبس ماسك. كويس. الماسك ده اكتر، يعني مثلا لو انت دكتور او انت وكيل نيابه او انت شخص جوه نادي، لو انت شخص بيدخل عليك عدد معين من الجماهير، ساعات في انواع من الكورونا بتبقى اسيمتوماتيك مش ظاهر عليها اعراض، ودي ممكن تختفي من 3 لـ 4 أيام لو عملت التحاليل.
انت في الحاله دي ممكن تبقى حامل للمرض، فبسهوله ممكن تديه للي قدامك، فبسهوله لو هو عنده عرضه زياده يبدا يحصل له مشكله. في الحاله دي انت ما تبقى لابس كمامه، انت بتحمي النفس وبتحمي ان ما يطلعش لعاب يجي على اي اسطح من الاسطح اللي حواليك، او يجي في وشه او يجي، فبالتالي ما يتنقلش الفيروس بسهوله. طب اخيرا يا دكتور، لو واحد عنده برد عادي يروح جاري بسرعه يحلل الفيروس بتاع كورونا ولا يستنى، ولا ايه الاجراءات اللي ممكن يعملها لو واحد تم اصابته ببرد وهو ما يعرفش هل هو برد عادي ولا كورونا خلال الفتره دي؟ بص يا كابتن اسامه، المعامل المركزيه لوزاره الصحه بتوفر التحليل مجانا، بتوفر التحليل مجانا. بس لازم يبقى فيه بوادر. بمعنى ايه؟ حضرتك عندك سعال وعندك ارتفاع في درجه الحراره وكنت مخالط حد تم تشخيصه في اخر 14 يوم ان طلع عنده كورونا، او حضرتك كنت في احد الدول اللي فيها اعداد كبيره او اعداد انتشر فيها الكورونا وظهر عندك كحه وارتفاع في الحراره، في الحاله دي بتقدر تكلم 105 وزاره الصحه وبتروح تعمل التحليل مجانا، او بتذهب لاحد مستشفيات الحميات اللي تابعه لوزاره الصحه وهم بيبداوا يوجهوا حضرتك. في احتمال اتجاه من الدوله حاليا ان احتمال يبقى التحاليل دي موجوده في بعض المعامل الخاصه. كويس. بس دي هيبقى ليها تكلفه. لان التحليل ده ثمنه غالي. والحكومه اصلا بتقدمه فور فري، بتقدمه ببلاش تماما. هو اصلا في الاصل ثمنه غالي. تمام. انجلترا عملت ايه؟ انجلترا اللي هي عندها واحد من اقوى الانظمه الصحيه في العالم، بتقول ان اي حد يشعر باعراض برد يتفضل يعزل نفسه داخل البيت وياخد اي دواء فيه ماده باراسيتامول، ويقعد في البيت ويبلغنا من طريق التليفون. لو فضلت الاعراض مستمره ابطو 7 ايام بيبقى هو ده الفرد الوحيد اللي مسموح له ان يدخل ينزل يروح الطوارئ في اي مستشفى من المستشفيات اللي تابع لها منطقته داخل انجلترا او داخل بريطانيا. فاحنا في الحالات الانفلونزا العاديه يفضل ان احنا نفضل في البيت، يفضل ان احنا نشرب ميه بشكل مستمر. لم تثبت فعاليات فيتامين سي حتى الان في الكورونا، ولكن نقدر ناخد الحقيقه فيتامين سي بشكل مستمر برضه، قد من الممكن ان تفيد. نحافظ على النظافه الشخصيه، نحافظ على طول ان المكان دايما متنظف، نحافظ ان احنا ننضفه دايما بالكلور بالالكحول، كل الحاجات دي هتساعدنا. في الاخر احنا تحت مظله ربنا، وربنا يعديها بخير على الجميع، ربنا يحفظ مصر واهلها. اخيرا يا دكتور، هل حضرتك دلوقتي في تقارير كتير اشارت ان ممكن خلال الفتره القادمه يكون في مصل او علاج لفيروس كورونا؟ هل ممكن يكون في ان شاء الله الموضوع ده، خاصه ان في تقارير كتير قالت ممكن على اول 4 يتم التوصل لعلاج لفيروس كورونا؟ بص يا كابتن اسامه، لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه طلعت تقول ان في فاكسين او علاج للفيروس. حتى هم العلاج في الصين اللي بيدوه للحالات عباره عن مجموعه من 3 ادويه على بعض تستخدم ل3 امراض مختلفه. حاليا الاحتمال يظهر خلال اليومين الجايين ان هم يبقى عندهم طريقه مظبوطه اكتر للتشخيص. بدات تظهر من احد الشركات العالميه. وفي امريكا بدا الكلام ان هو ده احتمال خلال يومين 3 تبدا تظهر للسوق. هو نعتقد ان هو هتبدا تظهر دلالات المرض او الاجهزه اللي بتكشف عن دلالات المرض الاول، وبعد كده هيبدا يظهر لها تطعيم او علاج. بس انت عارف ان الحاجات دي بتحتاج شويه وقت فعلا. هو الكل شغال. برضه احنا بناكد تاني مشكله المرض في سرعه انتشاره. يا ريت اللي ما عندوش اي حاجه تستدعي ان يخرج من البيت، مظبوط، يقعد في البيت يحافظ على نفسه. تمام. اي واحد عنده اي حاجه مزمنه صدريه او بشكل عام في الجسم يفضل ان هو يعالجها بشكل مظبوط، ويحاول يظبط نتائج تحاليله خلال الايام الجايه، ويشرب ميه بشكل كويس، ويحافظ على النظافه الشخصيه ان شاء الله. دكتور احمد نجم، استشاري انف واذن وحنجره وعضو جمعيه الامريكيه للانف والاذن والحنجره، شكرا جزيلا لك. يعني على ما اعتقد كده الدكتور محمد سلطان يعني رئيس اللجنه الطبيه باتحاد الكوره، والدكتور احمد نجم يعني شرح وافي وكافي عن فيروس كورونا، وكمان ازاي نقي انفسنا ونقي غيرنا خلال الفتره اللي جايه، ان فعلا الوقايه خير من العلاج. الحمد لله ربنا حافظ مصر للحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها. عدد الحالات اللي ظهر عندنا في بلدنا عدد قليله جدا بالنسبه لدول اخرى، علشان كده
النهارده الدوله بكل اجهزتها، وكمان النادي الاهلي اللي اخذ قرار تعليق النشاط، ومعظم الانديه او كل الانديه وكل الرياضه في مصر، وكمان اللجنه الاولمبيه، ده كله علشان سلامه المواطن المصري. ده كان فقرتنا الاولى بالنسبه لفيروس كورونا اللي انتشر حول العالم. نروح دلوقتي بقى لفقره الناشئين في الصحف والمواقع. فقره الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها مع حضراتكم مواعيد مباراه اهلي 2005 في التصفيه النهائيه لبطوله منطقه القاهره. كانت فرقه 2005 وصلت للتصفيه النهائيه، كان وصل النادي الاهلي وطلاع الجيش وانبي وادي دجله والمولين العرب والداخليه. لسه دلوقتي منطقه القاهره منتظرة خلال الفترة القادمة بعد الأسبوعين اللي هيتم، علشان بعدها ممكن يتحركوا، لكن كانوا عملوا القرعة. النادي الأهلي كان هيقابل طلاع الجيش في المباراة الأولى، المباراة الثانية كان الأهلي وإنبي، المباراة الثالثة الأهلي وادي دجلة، المباراة الرابعة الأهلي والمولين العرب، والمباراة الخامسة الأهلي والداخلية. دي كانت القرعة قبل تعليق النشاط الرياضي في مصر، كان ترتيب المباريات كده: طلاع الجيش، إنبي، وادي دجله، المولين العرب والداخليه. وما شاء الله عندنا فريق 2005 فريق جاد، فهننتظر ان شاء الله خلال الفتره القادمه ايه اللي هيتم خلال الفتره القادمه. ايضا اهلي 2002 بيفوز على مصر الجديده 8-1 في دوري القطاعات، وكان عندنا قبل تعليق النشاط برضو ملخص للمباراه دي وهنشوفه مع حضراتكم بعد شويه. كان جت اهداف النادي الاهلي عن طريق اللاعب علي عمرو اللي تالق وسجل 4 اهداف، لاعب احمد سيد غريب سجل هدفين، احمد عربي ومحمد رضا هدف واحد لكل منهما. هنشوف برضو مع حضراتكم نتائج الجوله الثانيه في دوري 2002. كان فوز الاهلي على مصر الجديده 8-1، نجوم المستقبل على حديد الصلب 2-0، وجمهوريه شبين على شباب المعادي 2-1، تعادل الزمالك مع المولين العرب 1-1، ومصر التامين حصل على راحه في هذه الجوله. نروح للاهلي 2001. كل الاخبار دي يعني بنقولها قبل تعليق النشاط الرياضي، والنادي الاهلي زي ما شفنا كابتن فتحي مبروك قال احنا مع قرار الدوله النادي الاهلي علق النشاط ايضا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كان فريق 2001 فاز على الاسماعيلي بخماسيه نظيفه في بطوله الجمهوريه في ملاعب الناشئين في مدينه نصر. كان سجل للنادي الاهلي اللاعب شادي رضوان سجل هدفين، لاعب هاني عمرو وعمر رزق ومحمد المغربي هدف لكل منهما. وما شاء الله 2001 كان وقتها أدوا مباراة كبيرة جدا أداء ونتيجة أمام فريق كبير فريق الإسماعيلي. أهلي 2000، النادي الأهلي مواليد 2000 أيضا بيتصدر ترتيب مجموعته في نهاية المرحلة الأولى، ومنتظر خلال الفترة الجاية، هنشوف الفترة اللي جاية هو منتظر إجراء قرعة المرحلة النهائية التي ستحدد الفائز بلقب الدوري. فخلال برضو الأسبوعين الجايين أو 15 يوم الجايين هنشوف ما يسفر عنه أيضا، يعني بعد تعليق النشاط الرياضي هنشوف برضو قرعة مواليد 2000. هنروح نشوف مع حضراتكم دلوقتي ملخص مباراة الأهلي ومصر الجديدة مواليد 2002 اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بثمانية. مالكي عادي تصويبه من الملكي، حلو القرار. وادي علي عمرو في المرمى، هدف تاني للنادي الاهلي عن طريق اللاعب علي عمرو. عبد الرحمن، عدى عبد الرحمن من الملكي، عدى من ابراهيم عبد الحكيم لوائل، وائل الشريف، مرتده سريعه. عبد الرحمن يا ولد يلعبها يا ولد. احمد سيد غريب ومواجهه مع حليمه، غريب وحليمه وركله الجزاء للنادي الاهلي. غريب يا ولد، هدف ثالث للنادي الاهلي جوه جول، هدف ثالث للنادي الاهلي عن طريق احمد سيد غريب. ودى الحارس في الزاويه اليمنى، تمريره لجلال، جلال يلعبها العربي، عربي من لمسه واحده، العب يا راجل، العبها في المرمى، حط يا راجل، جول جوه جول، هدف رابع للنادي الاهلي عن طريق اللاعب علي عمرو. عربي يلعب لعلي عمرو، علي عمرو بعرض الملعب، جول
هدف خامس للنادي الأهلي علي عمرو الغريب جوه المرمى وهدف في الشباك، هدف خامس للنادي الأهلي لجلال. لعبت الطويلة بعرض الملعب عند علي عمرو، يا ولد يا ولد، جول 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 جول، الهاتريك الهاتريك علي عمرو، هدف سادس للنادي الأهلي 6-1. عبد النبي بعرض الملعب، محمد رضا الاستلام، القرار التصويب التسديد مش موجود، يلعبها في العمق، علي عمرو يا ولد، جول 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 جول، جوه جول، وهدف سابع للنادي الأهلي والسوبر هاتريك، سوبر هاتريك للاعب علي عمرو، رابع اهدافه النهارده وسابع اهداف النادي الاهلي. محمد رضا يشيلها رضا جميله في اتجاه زياد مسعود، زياد مش زياد، يرجع مره ثانيه زياد مسعود، محمود صابر صابر ماشي صابر يسند ماشي صابر، عايز يصوب يصوب ويسدد في المرمى، لكن يا ولد يا ولد، جول 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 جول، جوه جول، هدف تامن للنادي الاهلي ومعاه صافره نهايه احداث اللقاء. دي كانت مباراه الاهلي ومصر الجديده في دوري 2002 اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه كبيره ب 8-1. زي ما شفنا ما شاء الله النادي الاهلي كان يعني مسيطر على المباراه اداء ونتيجه، وشفنا اللعيبه كمان تالقت قبل تعليق النشاط الرياضي، لان اتمنى ان شاء الله انه يعني يرجع مره ثانيه بعد تعليق النشاط الرياضي ويكون يعني في حل لفيروس كورونا. كان ايضا كاميرا الاشبال موجوده في هذا اللقاء، وكان لينا لقاءات مع كابتن محمد سماره المدرب العام لفريق 2002 وايضا لاعبي الفريق علي عمرو ومحمد احمد. الملكي ادي تصويبه من الملكي، حلو حلو القرار، وادي علي عمرو في المرمى، هدف ثاني يلعب لعلي عمرو، علي عمرو في عرض الملعب، جول 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 جول، ماشي صابر عايز يصوب يصوب ويسدد في المرمى، لكن يا ولد يا ولد، جول. مبروك طبعا للولاد النهارده، مبروك للنادي وكابتن فتحي رئيس القضاء كابتن هشام كابتن ياسر واللعيبه كلها. كنت غراضي غير راضي عن بعض الاداء كده لبعض اللعيبه، عشان كان في لعيبه كتير مستهتره واخدين الموضوع بسهوله، ماتش سهل، فكان في زياده وكان في زي ما انت شفت، يعني مش عايز اقول بس اسامي يعني شخصا المواضيع، بس كانت في ناس عندها استرخاء شويه مستسلمين المباراه، واديك شفت اللي حصل في الشوط الاولاني، يعني فرقه الشوط الاولاني يطلع 5-6 طالع 2-1 بسبب اللامبالاه والثقه الزياده اللي عندنا، كان لازم الواحد يشد شويه، هم تداركوا الموقف بسرعه مع الكلام مع كلام كابتن ياسر، الامور بقت افضل. يعني انت عارف انت الماتشات في مسابقه القطاعات الكبرى اللي هي السوبر ديت، الماتشات كلها تبقى ماتشات، فانت وارد جدا جدا ان فرقتين ثلاثه اللي بينافسوا يكسبوا الماتشات كلها، يبقوا قد بعض مع التعادل بتاع المباراه اللي فاتت بتاعت المقاولين، وارد جدا جدا تلاقي اللي بنط واحده، هترجع طبعا لطبيعه الاهداف، ودي السمه اللي احنا بنتعلم يعني بنعودهم عليها من اول الموسم، حتى لو ترجع بالذاكره شويه لبدايه الموسم احنا عمالين نتكلم على موضوع الاهداف ده، لازم تعمل لنفسك ريكور، لازم تعمل لنفسك سكور كويس، السكور ده هيسمع عليك، هيسمع للنادي، هيسمع لفرقتك، هيخوف منك الفرق اللي جايه، وفي نفس الوقت هينفعك انت في الترتيب، على شوف فرق كتير قوي الدوري بيضيع منها او بتلعب ماتشات فيصل بسبب هدف، لو الهدف ده موجود بتفرق معاك وتاخد فيها بطوله. يعني الفكره عندي زي ما قلت لك، النادي الاهلي، النادي الاهلي محتاج ايه؟ فرقه مش فرقه 2000 او 2001 او 2002 او 2003 او 99، مش فارق، لما 99 طلبوا عندنا غريب طلعنا غريب، لما طلبوا محمود واحمد وعربي قبل كده طلعناهم، لما بيطلبوا اي حد نفس الحكايه، احنا لما بنطلب هي الفكره، فكره احنا كلنا بنخدم مكان واحد هو النادي الاهلي، مفيش حد بيخدم حد غير النادي بس، هي دي والمصلحه الاولانيه والعليا عندنا هي خدمه النادي الاهلي، ايا كان بقى دي فرقه صغيره فرقه كبيره براعم شباب فريق اول، نتمنى 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 نشوف في الفتره اللي جايه دي في الفريق الاول ناس كتير من القطاع تشارك، وفي لعيبه تستاهل زي ما في اتنين موجودين فوق ولا ثلاثة كمان، لا في عناصر كتير، في لعيبه في 2002 على فكره ممكن تلعب فريق اول، في 2001 يلعبوا فريق اول، في 2099 يلعبوا فريق اول، حلقه الوصل دي هتفضل موجوده، والامتداد ده من جيل لجيل زي ما احنا متعودين عليه ومتربيين عليه هيفضل موجود، من البراعم للشباب لقطاع الناشئين لكل الفريق الاول هيفضل موجود ومش هينتهي. مباراه كويسه، في ايجابيات حصلت النهارده، كان في سلبيات اتعوضت في الشوط الثاني واشتغلنا على الايجابيات شويه، اللي هي اللي حصلت ان احنا نستغل كل فرصه بتجينا، وهي دي الفكره اللي وهي معظم ماتشاتنا كده ومعظم ماتشات الناشئين كده، هي فرص بتجيلك استغل الفرص، عشان لو اي غلطه زي ما بيحصل كده لو جت فيك هيبقى في مشكله، وهتخش بقى في اضطرابات بقى جوه الملعب، وهتلاقي النفسيه بقى بدات تتعصب فليه انت من البدايه
متعودين من واحنا صغيرين. انت في اول 5 دقايق في 10 دقايق بيجي لك فرصتين وثلاثه، واي فرقه بتيجي هنا جوه النادي الاهلي بتبقى خايفه من اسم النادي الاهلي. في اول ربع ساعه ممكن تكسب 2-3، لو كسبتهم هتلاقي الماتش بيخلص 7-8 اي فرقه ايا كان اسمها. والعكس صحيح، لو ما استغلتش الفرص في الاول هتلاقي الموضوع بيطول معاك، هتلاقي الفرق بتاخد ثقه عليك، ممكن تغلط غلطه ولا حاجه يجي فيك جون، الموضوع يبقى فيه مشاكل، بنط تضيع منك. مش عايزين نحط نفسنا في الريسك دوت، عشان كده بنلعب على وعشان كده تلاقينا منفعلين في كل فرصه بتيجي. احنا عايزين نستغل كل فرص بس، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه. والله احنا قبل ما ننزل الماتش مركزين دايما، كابتن ياسر وكابتن سمارة بيتكلموا معانا، الاهداف بتفرق معانا. كابتن سمارة اتكلم معانا في اول السنه مع الفراوده مع الناس اللي قدام، قال لنا اعمل سكور لنفسك، اعمل عدد ارقام اجوان لنفسك، الارقام هي اللي بتثبت. الحمد لله يعني على المكسب الكبير، بس احنا كنا نقدر نكسب اكتر من كده بكتير يعني، بس الحمد لله. واحنا ضيعنا كتير بس برضو الحمد لله يعني، احنا قدينا كويس في الشوط الثاني احسن من الشوط الاولاني. طبعا ضيعنا كتير في الشوط الاولاني، الشوط الثاني ابتدينا نفوق شويه، ما بين الشوطين الكابتن عنفنا شويه عشان في لعيبه كانت نازله حاجه زي مستهترين متكبرين، بس هو ما فيش في الكوره كده. طبعا النادي الاهلي نادي اهلي، ولازم تحترم الفرقه اللي بتلعبها وانت على ملعبك، والنادي الاهلي هو النادي الاهلي في اي حته. طبعا مش كلاعيبه بس اللي بتتكلم، طبعا لعيبه وجهاز وكابتن فتحي وكابتن هشام كله بيتكلم معانا طبعا على البطوله. كباتن شغالين معانا على اعلى مستوى الحمد لله، تمرينات كل يوم، الفتره البدنيه ما بتقفش، لازم تقف على رجليك 90 دقيقه، انت النادي الاهلي ما ينفعش تيجي في اخر ماتش هوب، ما فيش الكلام ده، انت نادي اهلي المفروض تبقى واقف 90 دقيقه. طبعا انت كنادي اهلي احنا متعودين من صغرنا ان احنا بنلعب على بطوله وبنلعب على المركز الاول، مفيش تاني، مفيش خساره، هو كده بس، هو الكره مكسب وخساره بس. في النادي الاهلي غير، احنا متعودين على المكسب، متعودين على البطوله، وان شاء الله يعني ربنا وفقنا وناخد البطوله ان شاء الله. رحيم الحمد لله على سلامتك الاول، وانا بحمد ربنا يعني كابتن سماره والكابتن ياسر اللي هم عينيهم من تحت على طول، واولا بحمد ربنا على المكسب النهارده، وبعدين شرف ليا كبير قوي اللي انا اطلع افريقيا 2002 وان شاء الله واللي فوق كمان. انا كابتن شريف عفضيل وكابتن محمد سعد حدا مكلميني على اعلى ثقه، وقال لي دي فرقتك وما تخافش، فرقتك لعبك هو ووضعك، والكابتن ياسر نفس النظام، والكابتن سماره شكرا جدا مديني ثقه من اول لما انا جيت في النادي، الثقه كويسه قوي، العب ما تخافش ونقل والعب ومش في اي حاجه. كابتن ياسر حمدنا ربنا على المكسب، وهو ان شاء الله عاوز اللي جاي كده على طول، ان شاء الله عاوز مكسب على طول. وهو احنا ان شاء الله، احنا النادي الاهلي طبعا احنا ما بنلعبش على تعادل ولا خساره، احنا المكسب نازلين احنا عارفين نعمل ايه، هناخد 3 بونت ان شاء الله ونمشي، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. الملكي ادي تصويبه من الملكي، حلو حلو القرار، وادي علي عمرو في المرمى، هدف ثاني يلعب لعلي عمرو، علي عمرو عرض الملعب، جول 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 جول، ماشي صابر عايز يصوب يصوب ويسدد. دي كانت لقاءات مع الجهاز الفني ولاعيبي فريق 2002 وفوزهم الكبير على مصر الجديده في بطوله منطقه القاهره 2002 بنتيجه كبيره طبعا 8-1. نروح دلوقتي التليفون مهم جدا، دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه، تحياتي ليك يا دكتور محمد. مساء الخير عليك يا كابتن اسامه وعلى كل الساده المشاهدين والمتابعين. اهلا بحضرتك، تعليق حضرتك دلوقتي على الوضع الراهن وتعليق الانشطه الرياضيه في مصر، خاصة ان احنا كنا مقبلين على دورة او اولمبياد طوكيو وكان في استعدادات للمنتخبات المصرية. مهم جدا طبعا في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يمكن بيان وزارة الشباب والرياضة كان واضح للجميع امس، وهدفه هو تعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوم علشان يكون هناك اجراءات كاملة لمواجهة هذا الفيروس، حفاظا على صحة الجميع تحديدا في المجتمع الرياضي كمان. ولكن هبدأ من نقطة مهمة جدا، يمكن حضرتك بتقول داخلين على حدث مهم وهي الدورة الأهم أو الأبرز خلال هذا العام، واللي بتقام كل 4 سنين دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. يمكن القرار أكد واللي طلع بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية
فيما يخص تدريبات كمان المنتخبات القومية الجاري إعدادها لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020. والبيان كمان شدد على المتابعة الدقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية زي ما قلنا واللي بتتضمن استمرار تعقيم كافة المنشآت الشبابية والرياضية. طبعا الدكتور أشرف صبحي اجتمع لفترة طويلة جدا امبارح بوجود المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وكان معاه المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، وكمان كان متواجد المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، والأستاذ عمرو الجنايني طبعا رئيس اللجنة الخماسية والمكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. مهم جدا البيان، مهم جدا ان احنا يكون عندنا كامل الوعي لمواجهة هذا الفيروس حتى يكون هناك ان شاء الله طرق اخرى كمان نقدر من خلال على هذا الفيروس ونقدر نعود لممارسة النشاط مرة اخرى ان شاء الله. وحضرتك دلوقتي بتتكلم عن اجتماعات بتعقدها يعني وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الحالية، هل في تواصل من قبل وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية الدولية؟ هناك 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 استمرار وتواصل دائم ما بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية برئيس المهندس هشام حطب، ومن ثم بيكون التواصل كمان مع اللجنة الأولمبية الدولية وكمان الاتحادات الدولية. ده مهم جدا، وكمان احنا عندنا اجتماعات مستمرة على المستوى الداخلي بشأن مراكز الشباب وتعقيم مراكز الشباب وكافة المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة. تمام، عايز اخد حضرتك لنقطه برضو يعني وليها دور كبير طبعا وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي وكل القائمين في وزاره الشباب والرياضه خلال الفتره القادمه في توعيه الشباب علشان سرعه انتشار فيروس كورونا، يعني دور وزاره الشباب والرياضه طبعا مع اللجنه الطبيه، يعني كلمنا عن الدور ده دكتور محمد. يمكن بالفعل النهارده كان هناك لقاء مهم جدا وتم بالفعل تعقيم وزاره الشباب والرياضه، وكان المبنى النهارده كان فيه توعية شاملة من قبل الإدارة المركزية للطب الرياضي برئاسة طبعا الدكتور خالد مسعود، وبالفعل كان هناك تنسيق كامل ما بين الإدارات المركزية 19 دور كمان، كان في حركة النهاردة داخل الوزارة عشان نقدر نوعي كافة الموظفين داخل مبنى وزارة الشباب والرياضة ضمن الإجراءات الوقائية ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل ديوان عام الوزارة. طيب أكلم حضرتك عن مراكز الشباب أيضا برضو تم تعليق الأنشطة فيها على مستوى الجمهورية. طبعا على مستوى الجمهورية وكمان احنا جاري تعقيمها كمان. كويس، طيب في اجتماع مهم هيتم يوم الأربعاء القادم عبر التليفون مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مع كل رؤساء الاتحادات أو رؤساء اللجان الأولمبية، يعني عند حضرتك فكرة ممكن يعني يسفر عن إيه الاجتماع ده أو الاتصال ده؟ أكيد أكيد ده بيأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي هتتم على مستوى العالم بخصوص النشاط الرياضي وكمان بخصوص الدورة الأولمبية بخصوص دورة الألعاب الأولمبية القادمة أكيد يعني. ولكن أنا ما عنديش معلومة كاملة عن هذا الأمر، ولكن المختصين عن هذا الأمر أكيد هيكون عندهم المعلومة كاملة خصوصا في اللجنة الأولمبية المصرية. طيب بطولة كمال الأجسام اللي تمت من يومين يعني كانت أثارت كلام شوية كده على السوشيال ميديا، هل ممكن يكون في إجراءات احترازية بالنسبة للبطولة اللي تمت من يوم وانتهت دي، ممكن يكون في كشف على اللاعبين أو حاجة من هذا القبيل؟ والله خلينا نتكلم بشكل أكبر يا كابتن أسامة. فاضل. إن احنا دلوقتي عايزين يكون لدينا وعي كامل وإجراءات وقائية واحترازية داخل المجتمع الرياضي أو داخل الوسط الرياضي تجاه فيروس كورونا. تمام، مهم جدا، مهم جدا نلتزم بالبيان اللي اصدرته وزاره الشباب والرياضه بناء كمان على تعليمات رئاسه الوزراء. تمام، مهم جدا ان احنا كلنا نتعاون علشان نقدر نقلل الخطر اللي بيداهم كمان مصر من خلال الاجراءات اللي المفروض كلنا نتبعها، وكمان الاعلام عليه دور كبير جدا طبعا رفع الوعي الثقافي الصحي لدى الجميع، خصوصا الاعلام الرياضي طبعا ليه مهريه كبيره المفروض ان هو يقوم بهذا الدور، وطبعا قناه الاهلي قناه يعني دائما وابدا وقناه تقدم هادف وايجابي اكيد هيكون له دور مهم وكبير في هذا الامر، خصوصا
خصوصا النادي الاهلي كمان عنده عدد من الافرع المهمه اللي كمان اتبع الاجراءات الخاصه بمواجهه هذا الفيروس. يعني النادي الاهلي طبعا، وحضرتك بتتكلم عن النادي الاهلي، يعني هو جزء من المجتمع المصري ايضا، برضو علق النشاط في كل الفروع، علق النشاط في الانشطه الرياضيه وفي الاكاديميات عنده المختلفه حتى يتماشى مع الدوله المصريه ومع قرارات الدوله المصريه علشان يحمي اعضائه، وكمان يوصل رساله للمجتمع المصري ان يعني النادي الاهلي برضو ماشي في هذا السياق، وهو الحفاظ على سلامه الاعضاء. دكتور محمد فوزي، متحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه، شكرا جزيلا لك. يعني الدكتور محمد فوزي كان في نقطه مهمه، ما شاء الله كان عندنا المنتخب الاولمبي كابتن شوقي غريب اللي كان وصل اولمبياد طوكيو 2020، عندنا ايضا العاب اخرى وصلت، وكان من المفترض في اولمبياد طوكيو القادمه ان احنا كنا هنحقق ارقام ونحقق ميداليات فيها بشكل كبير، لكن فيروس كورونا ممكن يعني اول حاجه ياجل اولمبياد طوكيو، يعني في اقاويل كتير ممكن يتاجل لشهر ديسمبر الجاي، نهايه السنه او الصيف القادم، يعني السنه اللي جايه 2021. لسه هنشوف في اجتماع مهم خلال يومين او ثلاثه مع رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه مع رؤساء اللجان كلها في كل الدول، علشان هيشوفوا الفتره اللي جايه اللجنه الاولمبيه خاصه اولمبياد طوكيو ايه اللي هيتم فيها خلال الفتره القادمه. طيب نطلع بقى من كورونا وفيروس كورونا ونروح بقى لقطه حلوه، لقطه حلوه كانت في جنوب افريقيا، النادي الاهلي وهو كان بيواجه فريق سان داونز، يعني كان وهو بيتمرن في احدى الملاعب كان في ناشئين صغيرين بيتفرجوا على النادي الاهلي، فاحنا شايفين الاولاد الصغيره وهي واقفه بتقلد لعيبه النادي الاهلي في كل حركه بيعملوها في عمليه التدريبات وعمليه الاحماء، يعني بيربطوا. يعني النادي الاهلي هنا في التدريب في عمليه الاحماء مع المدرب، فالنهارده اللعيبه واقفه بره. زي ما احنا شايفين اللعيبه كل حركه لعيبه النادي الاهلي بتعملها بتقلدها. قعدوا على الارض لعيبه النادي الاهلي، هتلاقيها قاعده على الارض بتعمل حركات في الاحماء او في نهايه التدريب برضو بيقلدوا لعيبه النادي الاهلي. ياسر ابراهيم ومصطفى شوبير ووليد سليمان وكل لعيبه النادي الاهلي بيعملوا اطالات على الارض، قعدوا برضو بيقلدوهم. يعني نفس الحركات اللي بيعملوها او نفس التدريبات اللي بيعملوها الفريق الاول بالنادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي بيعملها برضو شباب صغير في جنوب افريقيا. ده يبين يعني ان يعني يكون ولاد صغيره حريصه ان تتفرج على لعيبه النادي الاهلي وتمرين النادي الاهلي، ده يدل على شعبيه النادي الاهلي الكبيره جدا في افريقيا في كل الدول. دي كانت صيد كاميرا الاشبال في رحله جنوب في رحله النادي الاهلي في جنوب افريقيا، النادي الاهلي تاهل ليها للدور قبل النهائي. ايضا عندنا لقطه حلوه، ولد صغير اسواني بحب النادي الاهلي بس بحب النادي الاهلي على طريقته، تعالوا نشوف الولد او الناشئ الصغير الاسواني وهو بحب النادي الاهلي على طريقته. نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. من
بجد تحيه بحضراتكم مره ثانيه، يعني قبل توقف او تعليق النشاط الرياضي، وزي ما قلت لحضراتكم نادي الاهلي في قطاع الناشئين وفي كل فروع النادي الاهلي خلاص يعني قرار صدر ان تعليق النشاط الرياضي عشان صحه الاعضاء وصحه اللاعبين، وكمان تماشيا مع قرارات الدوله اللي بتحافظ على صحه المواطنين. كان لينا لقاءات قبل تعليق النشاط الرياضي من داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وخاصه مع فريق 2001. فريق 2001 السنه دي كان بمر بظروف صعبه، هو ما شاء الله فريق 2001 عندنا فيه عناصر مميزه جدا، عناصر ممكن تخدم الفريق الاول خلال السنين القادمه، زي شادي رضوان، محمد مغربي، زي احمد اشرف، محمد اشرف، يعني مش عايز انسى حد، لكن فعلا عندنا فيهم مواهب. دليل على كده ان فريق 2001 يعني هو يعني السن بتاع منتخب الشباب اللي مع كابتن ربيع ياسين، النادي الاهلي ما شاء الله منه حوالي 10 لاعبين بيروحوا المنتخب، لما بيتم تصفيتهم ممكن يكونوا 6 لاعبين، فقوام منتخب مصر موجود من النادي الاهلي من فريق 2001. نروح نشوف انطباعات اللاعبين وراهم حول الموسم الرياضي السنه دي عن دوري 2001، وكمان مع لاعبي منتخب الشباب. اولا برحب بيكم بقناه النادي الاهلي، وبرحب بكابتن اسامه طبعا. يمكن ان بين السنه دي بس الحمد لله بدايتنا كانت سيئه جدا، يمكن بسبب غيابات كتير عن اللعيبه. بدانا الحمد لله نستعيد جزء من اللعيبه اللي كانت غايبه من اصابات. فتره التوقف بتاعت المنتخب ديت افادتنا كويس، قدرنا نجهز الفرقه. ان شاء الله ان شاء الله المباريات الجايه تبقى حافز للاولاد ونرجع تاني لوضعنا الطبيعي يعني في الفرقه. يمكن المنافسه طبعا شديده جدا، يمكن 4-5 فرق بينافسوا على بطوله 2001. بنحاول على قد ما نقدر نرجع لوضعنا الطبيعي، ده اللي باكد عليه. يمكن كل تركيزي مع الولاد دلوقتي ان انا ابدا لعبي من تحت، ابدا احضر، ابدا يبقى لينا شكل في الملعب. اللي كان غايب عننا الفتره اللي فاتت يمكن الاداء كمان كان سيء جدا. ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله نرجع لوضعنا الطبيعي ونبقى في صوره كويسه. يعني شرف ان احنا لعيبه النادي الاهلي بتمثل مصر، بتخدم بلدهم، ويمكن النادي الاهلي سباق بالحكايه ديت. يمكن اكبر عدد من اللعيبه طبعا، ودي حاجه كويسه جدا، احتكاك قوي كمان للعيبه ان يفيدهم بعد كده. احنا الحمد لله فرقه 2001 في النادي معروفه من السنين اللي فاتت ان هي فرقه مميزه على مستوى القطاع، طبعا مع بجانب الفرق كلها القطاع مميزه، بس فرقتنا يعني ليها حس شويه. بس يعني السنه دي في دروب كده معانا، حصل معانا كام اصابه في اول الموسم، اصابات كتير طبعا، مش عايز اقول لك يعني مش اصابه خفيفه ولا لا، في لعيبه من اول الموسم لحد دلوقتي لسه ما رجعتش، ويعني مش هقول ان احنا واقعين السنه دي لا، بس في دروب كده. كل فرقه طبعا بتمر بظروف دي، حتى الفريق الاول مر بيها السنه اللي فاتت لان كان في ضغط ماتشات بطوله عربيه ودوري ابطال افريقيا والدوري والكاس، فاحنا بنمر برضو بالظروف دي، ودي طبعا خبرات بنكتسبها. مشاركتي مع منتخب البطوله العربيه يعني بطوله قويه وكانت متشافه جدا، والحمد لله يعني عملنا بطوله كويسه جدا، وكنا الفريق الاول المنتخب الاول المرشح للبطوله، بس يعني الحمد لله يعني ما كانش في نصيب، والناس كلها شافت يعني قابلنا اقوى منتخبات في البطوله، الجزائر كسبناها 4، والسعوديه المنظمه البطوله كسبناها 2، بس يعني كان في حاجات تحكيميه كده بس مش حابب اتكلم عليها يعني، بس عملنا اللي علينا. وفي السنغال ما كانش في توفيق خالص، كسبانين 1-0، بيجي فينا جون فاول، بنضيع ضربه جزاء في الدقيقه 80، فلا ما كانش في توفيق. حتى كابتن ربيع اتكلم معانا وشكرنا يعني لان عملنا اللي علينا، بس ما كانش في توفيق. نفس بطوله تونس يعني البطوله في ايدينا، بس يعني الحمد لله ربنا مش رايد، اكيد حاجه خير لينا يعني. هو منتخب مصر طبعا يعني بنسعى ليه، عندنا في تصفيات اهو في شهر 10، اكيد يعني كل لاعب نفسه يكون موجود فيها، واكيد يعني طبعا الدرجه الاولى في النادي الاهلي يعني، ودي الخطوه اللي انا بسعى لها الفتره الجايه يعني ان شاء الله، وانا قريب منها يعني. طبعا المنافسه قويه السنه دي، وخاصه اللي احنا بدانا برده ما بداناش يعني احسن بداياتنا، بدانا كان في دروب شويه في البدايات يعني، لعيبه اتوقفت، لعيبه كتير مصابه من القوام الاساسي يعني، ناس كلها بتشارك، مغربي، احمد اشرف، حماده الفيل، ناس كتير بتشارك يعني بصفه اساسيه. اسامي مش عايز انسى حد يعني، بس حصل لنا شويه غيابات، دروبات، وقف، حاجات كده، فيعني بدانا بدايه مش كويسه، بس يعني ان شاء الله دلوقتي يعني
اللي في كله رجع والفرقه بتلم نفسها واللي كانوا في المنتخب رجعوا، وان شاء الله يعني فاضلنا 8 ماتشات ويعني مركزين عليهم، ناخد ماتش بماتش وان شاء الله نعمل يعني نفنش كويس ان شاء الله. يعني طبعا الواحد يروح المنتخب ان شاء الله ويطلع الفريق الاول، يعني دايما ده بيكون هدف اي واحد هنا في النادي. وطبعا ان شاء الله السنه دي البطوله اخر 8 ماتشات دول يعني تحدي لينا، وان شاء الله يعني نفنش ان شاء الله كويس. ده كان رأي الكابتن أحمد سراج المدير الفني لفريق 2001 وأيضا لاعبي الفريق. زي ما قلت لحضراتكم السنة دي مروا بظروف صعبة، إصابات قوية كانت بتبعد اللاعبين بالثلاث وأربع شهور، لكن بطمن حضراتكم أن عندنا فريق 2001 فيه لعيبة مميزة ممكن إن شاء الله خلال السنوات القادمة يكونوا موجودين في الفريق الأول. أيضا كانت كاميرا الأشبال موجودة داخل قطاع الناشئين ولكن مع فريق آخر، فريق 2000، فريق 2000 اللي حقق العلامة الكاملة في دوري منطقة القاهرة، كان منتظر التصفيات النهائية وإجراء القرعة للتصفيات النهائية، ولكن بعد تعليق النشاط الرياضي هنشوف إيه اللي هيتم خلال الفترة القادمة، لكن كنا موجودين معاهم ونشوف آراء اللعيبة وانطباعاتها برضو عن الموسم ده، ونشوف يعني بعد ما أدوا أداء رائع وتصدروا الدوري من أول مباراة لآخر مباراة، نشوف لقاءات مع اللاعبين وأيضا مع الجهاز الفني لفريق 2000 بالنادي الأهلي. احنا خلصنا المرحله الاولانيه، لعبنا حوالي 15 ماتش الحمد لله كسبناهم كلهم، وبنستعد دلوقتي للمرحله الثانيه للتصفيه الاخيره، ولسه طبعا مواعيدها لسه ما تحددتش، واحنا شغالين لغايه ما نعرف المواعيد باذن الله، وربنا يكرم ان شاء الله الفتره اللي جايه. والله احنا طلبنا من المنطقه، احنا الدوري بتاعنا دوري منطقه، طلبنا ان هم يعملوا لنا دايما الفرق القويه، الفرق القديمه اللي ليها اسم دايما يحطها لنا في مجموعه واحده ويبقى دوري قوي، لكن هم قسموا الدوري المجموعتين وبعد كده هيجمعوا الفرق القويه تاني ونعمل دوري. طب كان من الاول، بس طبعا يعني احنا شغالين وزي ما بيطلب مننا بنعمل. المرحله الاخيره هيبقى فيها فرق قويه، هيبقى معانا ام بي ومعانا طلائع الجيش ومعانا المقاولين العرب، معنا فرق قوية وهتبقى المنافسة فيها أشد طبعا من المرحلة الأولى، ولكن احنا الحمد لله مستعدين بشكل كويس، ونحاول الفترة اللي جايين نعلي من النواحي البدنية والفنية وإن شاء الله نوصل لشكل كويس بإذن الله. طبعا الرسالة إن احنا الناس لازم تشتغل أكتر من كده، الناس تتعب أكتر من كده، الناس يبقى عندها صبر، ما تستعجلش إنها توصل بشكل سريع. الناس طبعا بتشوف اللعيبة الكبيرة وبتبقى متخيله ان اللعيب الكبير ده وصل بسرعه، بالعكس ده اللعيب الكبير ده تعب كبير جدا وطويل جدا عشان يوصل للمرحله دي، فهم لازم يدركوا كده ولازم يشتغلوا على نفسهم كتير ولازم يتعبوا ولازم يبقى عندهم صبر عشان يوصلوا لشكل كويس ان هم يقدروا يلعبوا في الدوري الممتاز. السنه دي احنا فرقه كويسه وماشيين كل ماتشات، كسبنا كل ماتشات وما تعادلناش ماتش وماشيين حلو، والحمد لله يعني ماشي كويس وبشارك في كل المباريات وتمام الحمد لله. يعني المنافسة سهلة شوية السنة دي، يعني الدوري مش جمهورية زي كل سنة، فالسنة دي الدوري يعني سهل شوية، فالحمد لله يعني برضو ماشيين كويس وبنقضي كل مباراة كأنها مباراة جامدة. احنا الحمد لله ماشيين بداية الموسم كويس، عملنا لعبنا 15 ماتش الحمد لله كلهم مكسب. هدفنا دلوقتي اللي احنا داخلين في التصفيات، لسه ما نعرفش يعني هتلعب من يعني هياخدوا 4-4 ولا 3-3، المهم اللي احنا مركزين على البطولة من أول الماتش، وإن شاء الله هنحسم البطولة بإذن الله من أول 4 ماتشات 5 ماتشات بإذن الله، هم كده كده يعني 5 ماتشات بس يعني أو 8 يعني. كابتن مدحت طه إسماعيل شغال معانا من أول الموسم كويس جدا، ودايما بيبص على الحتة البدنية والحتة الفنية، والحمد لله شغال معانا كويس، وإن شاء الله نكافئه بالبطولة بإذن الله ونكافئ اللعيبة إن شاء الله بالبطولة كلها. أشكر ربنا طبعا على الأداء واللعيبة رجالة معانا إن شاء الله، ومعانا جهاز فني محترم قائد الكابتن مدحت، والله الحمد لله هناخد الماتشات كلها بماتشات واحدة، ما يهمناش من الخصم، ما عندنا أدائنا إحنا، والحمد لله بناخد كل ماتش بماتش، والحمد لله ربنا كرمنا كل 15 مكسب و15 الحمد لله يعني. والله كابتن احمد كابتن مدحت مش بيعاملنا كمدرب وكده، هو اب لينا ودايما بيكلمنا في الصح قبل الغلط، فبيحذرنا من الحاجات الغلط، مش مدرب، مش بيكلمنا كمدرب، كاب لينا بس مش اكتر.
دي كانت لقاءات مع فريق 2000 والكابتن مدحت طه المدير الفني لفريق 2000. ايضا كنا موجودين مع 2002 اللي ابتدوا بقى في التصفيات النهائيه وكانوا لعبوا ماتشين في التصفيات النهائيه، نشوف انطباعات واراء اللعيبه حول الموسم اللي انتهى او لسه في مباريات لسه هنشوف خلال الفتره القادمه، نشوف لقاءات مع اللعيبه وايضا مع الجهاز الفني لفريق مواليد 2002. احنا دلوقتي شغالين في بطوله القطاعات، لسه بادئين من حوالي اسبوع او حاجه، فعندنا نظام البطوله ان شاء الله في 9 فرق موجودين كله من دور واحد، وبنشتغل حوالي يمكن 8 ماتشات ولا حاجه، وطبعا ان شاء الله اللي يجمع النقط الاكثر طبعا هو اللي بيكون ان شاء الله بطل دوره القطاعات يعني ان شاء الله باذن الله. برضه الوضع السنه دي تقريبا كان زي وضع السنه اللي فاتت، يمكن السنه اللي فاتت بس كان في فرق اكتر واشتغلنا الدوري كان من دورين يعني، لكن الفتره دي احنا عملنا او دوره القطاعات اللي اتعملت هي من دور واحد بس، والفرق عدد الفرق قل شويه. برضو احنا قعدنا فتره طويله جدا على ما نشتغل القطاعات يعني وكده، فكان يعني كان ممكن من بدري نلعب، هيبقى نلعب من دورين هتبقى الفرصه تكون يعني افضل طبعا لما تلعب دورين غير لما تلعب دوري من دور واحد، يعني يكون عندك فرصه مثلا لو لا قدر الله في حاجه بتجمع نفسك من تاني وتقدر تشتغل تاني، لكن طبعا هم اقروا النظام ده واحنا شغالين عليه يعني. منافسه صعبه، احنا معانا كذا فرقه كويسين، معانا نجوم مستقبل، معانا المقاولين، معانا كذا فرقه محترمه يعني، فان شاء الله بنحاول يعني ندي للنادي ده طبعا اهم حاجه، ومكسب لازم ناخد البطوله ان شاء الله عشان البطوله ضاعت مننا السنه اللي فاتت، لازم نعوض النادي ونعوض الجهاز الفني وان شاء الله البطوله بتاعتنا ان شاء الله. هو كابتن ياسر واقف في ظهرنا من السنه اللي فاتت بيقول لنا انتوا رجاله وقدها، او مثلا مطوشه مثلا وقعت مننا بتاع ما يقولكوش، بيقول لنا مالكوش دعوه انتوا كنتوا رجاله النهارده واثبتوا لي ان انتوا كنتوا رجاله واثبتوا للناس كلها ان انتوا رجاله، ف انتوا اللي عليكم بس تكسبوا وتلعبوا من غير ولا ضغط ولا حاجه، اهم حاجه تركز في المكسب والثلاثه بونت، روحك اهم حاجه وقلبك، احنا زي ما انت فاهم احنا بنلعب في النادي الاهلي فمش حاجه سهله، التيشيرت مش سهل يعني، فلازم نضحي عشان النادي وضحي كمان عشان الجهاز الفني كله بيتعب وكابتن ياسر بيتعب معانا. هي منافسه اكيد بتبقى قويه، بس احنا طبعا النادي الاهلي ما بنفكرش في اي حاجه، زي ما احنا لو كنا بنعمل حساب للفرقه 1% هم بيعملوا لنا حساب 100%، فطبعا هي منافسه بتبقى قويه، كل ماتش بناخده بماتشه، وطبعا ده احنا النادي الاهلي ما بنلعبش غير على البطوله، ودي اقل حاجه يعني ان احنا ممكن نجيب للنادي الاهلي بطولات، النادي الاهلي نادي كبير وان شاء الله نقدر نحقق البطوله السنه دي، واللعيبه رجاله ومستعدين كويس الحمد لله، كلنا بنتكلم ان نلعب بروح التيشيرت، في ملايين نفسها تلبس التيشيرت دوت، فلازم نكون قده، والنادي الاهلي نادي كبير واي حد يتمنى ان يلعب ويلبس التيشيرت الاحمر، فده كلامنا يعني كلنا، واللعيبه كلها شايله مسؤوليه واللعيبه رجاله كلها ان شاء الله. المنافسه طبعا قويه، انت بتلعب منتخبات وكويسه جدا كمان، وكل الاجيال اللي هي زينا نفسهم يعملوا حاجه لبلدهم زي ما احنا نفسنا، يعني كانت مواجهات جامده، وطبعا السنغال دخلت معانا فكانت مواجهات قويه جدا، والحمد لله يعني اتكلموا علينا بشكل كويس بس احنا ما وفقناش يعني، كل حاجه باراده ربنا. دي كانت تقارير مع فريق 2000 وفريق 2002 وفريق 2001، نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق بعد عودة النشاط الرياضي مرة أخرى. يعني منذ دقائق قليلة يعني أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم يعني قرار مهم، قرار مهم بشأن المباريات الودية، خاصة إن كان في فريقين الدوري الممتاز كانوا عايزين يعملوا لقاء ودي النهاردة، لكن اللجنة الخماسية حسمت الأمر إلى رؤساء أفرع الاتحاد المصري لكرة القدم، تحية طيبة، وبعد تهديكم اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أرق التحيات وأطيب التمنيات، آمنين لكم كل التوفيق بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين، لذا نحيط سيادتكم بأنه تقرر إيقاف النشاط الكروي للدوري العام القسم الأول والثاني والثالث والرابع كويس، بما في ذلك المباريات الودية والناشئين والبراعم موسم 2019-2020 اعتبارا من اليوم 15/3/2020 ولمدة 15 يوم، وسنوافيكم لاحقا بأي مستجدات، حفظ الله مصر من كل سوء. يبقى كده اللجنة الخماسية حسمت الأمر،
زي ما النشاط الرياضي اتعلق، يبقى كل المباريات الوديه سواء في القسم الاول الثاني الثالث الرابع وايضا في قطاعات الناشئين كمان المباريات الوديه. في النهايه كل القرارات اللي بتاخدها الدوله او اتحاد الكوره او الانديه حفاظا على سلامه المواطنين وحفاظا على سلامه اللاعبين. وبرضو زي ما احنا سمعنا النهارده كل الاجهزه الطبيه اللي كانت موجوده معانا اللي اتكلمت حفاظا على انتشار الفيروس، ما يبقاش في تجمعات كتير خلال الفتره اللي جايه، وخاصه كمان السلام بالايد، يعني نجنب برضو السلام بالايد. ومن هنا من برامج الاشبال هننهي معاكم الحلقه زي سلام اليابانيين. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير.